قبل الثورة الحمد لله الصناعة السورية معروفة، يعني كان يجي زبون الجزائري، يجي السعودي، يجي المصري، يجي العراقي، سواء كان يجي على حلب ولا كان يجي على الشام، معروفة بضاعة سورية معروفة، وين من راحوا تتصدر الحمد لله تنشحين. نحن الأصل من سكان دارة عزي، بس نحن كنا ساكنين في حلب، مربع حلب، ولادة حلب. نحن من 2000 عنا ورشة في حلب، والحمد لله صارت الثورة الحمد لله، طلعنا من الحصار، من بعد الحصار طلعنا الحمد لله. هلا صرنا من 2017 لهلا الحمد لله عم نشتغل وقالين يا رب الحمد لله. في صعوبات بس لكن الحمد لله الله مفضل، يعني عم نحاول نحن قدر الامكان نتم شغالين ان شاء الله باذن الله. نحن هلا نحب يجينا القماش مستورد، نحن من الصين قماشنا من الصين. بدخل القماش نحن بيطلع من عنا قطعه جاهزه، كان تطريز، كان قص، كان خياط، كان ستراس، يعني الحمد لله تدخل قماش بطلع قطعه جاهزه على المحل ان شاء الله. هلا نحن يصير عنا بس يعني يعطوا مجال او يساعدوا هالورشات هالتجار انه يصير تصدير لبرا، وقت اللي بيكون في مجال للشحن يعني الامور لسه تتطور اكثر من هيك، واليد العامله لسه بتصير اكثر من هيك بكثير. البضاعه شايفها في المحل كلها شغلنا الحمد لله رب العالمين. عندنا كادر الحمد لله كبير، كادر عندنا 6-7 ورشات بتألف من 250 ل 300 عامل. بننتج 4-5 اصناف من الفستان للعباية للمانطو للبيجامة، كيفين السوق الحمد لله فيها. بضاعة كانت تجينا من حلب من تركيا تجي اسعار غالية. هلا الحمد لله عم نشغلها كلها هون. في البداية تعذبنا، كان المواد كلها تجي يعني ما عندنا الخيط كنا نتعذب فيه، الابرة نتعذب فيها، هلا الامور كلها الحمد لله صارت جيدة. رسالتنا الأخيرة هي حماية المنتج تبعنا، يعني وقت اللي بتحميلي المنتج تبعنا بالشغل بكتر، البطالة بتقل، بيزيد فرص عمل لهالعالم، وإن شاء الله منطور هالمصلحة أكتر وأكتر.